أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا الإسلام والمرأة، ومعانا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك. أهلا بك وبمستمعيك الكرام. فضلتك، في كتير احنا بنسمع الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء، محتاجين ان احنا نفهم معنى القوامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين الحق رتب آثارا على عقد الزواج الصحيح، فهناك حقوق للمرأة من حسن العشرة ومن النفقة عليها بالمعروف ومن احترام آدميتها، وهناك حقوق للزوج من الطاعة في حدود المستطاع والقرار في المنزل إلا إذا اشترطت عليه عملا أو تعليما، وكذلك القوامة وهي محل السؤال. وهناك حقوق مشتركة ما بين الطرفين يتجلى ذلك في المعاملة بالحسنى وحسن الاستمتاع على الوجه الذي رسمه الشرع، فلا يكون في حالات مثلا الحيض أو النفاس أو في أثناء صيام رمضان أو في عدم التهيؤ النفسي للطرفين. فيما يتصل بالقوامة، القوامة للأسف مفهومها في العالم الثالث أو في الموروثات البدوية أو في الفقه الصحراوي الذي ألصق بالإسلام تدليسا وزورا، فالقوامة ليست رياسة، والقوامة ليست أن الرجل يعتبر رقم واحد وأن المرأة رقم اثنين، ولكن القوامة أعباء وتكاليف. ولذلك نسير مع الآية في سياقها بما فضل الله، يعني أن الله أناط بالرجل في القوامة أن يقود الأسرة إلى بر الأمان وإلى شاطئ الأمان. فالإسلام لم يجعل الرجل إلا مجرد قائد مسؤول، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته وبما أنفقه. فلا يتصور أن رجلا شريفا يقود أسرة لا ينفق عليها أو يقتر أو يشح عليها أو أن يتهرب من مسؤولياته أو أن يعيش على كد وكتح هذه المرأة، كما هو حاصل للأسف في بعض المجتمعات والبيئات الشعبية وغيرها. إن القوامة في الإسلام تكليف لا تشريف، أعباء ليست رياسة ولا زعامة، ولكنها القيادة بالمودة والمحبة وبحسن العشرة إلى بر الأمن والأمان لعيشة هانئة في ظلال الإسلام وفي أمان الشريعة الغراء. فينبغي أن تفهم القوامة على وجهها الصحيح، ولا صلة للإسلام بمفاهيم خاطئة أو بأفكار مغلوطة.